وسنجيب في كل مرة على قضية من قضايا الشباب في كل الدنيا اللي يستفتونا إن شاء الله تعالى. بشكون إن شاء الله على الاطلاع حتى أنتم على هذا الأسئلة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عندي ثلاثة تاع الكلمات خفيفات إن شاء الله تعالى. الكلمة الأولى حول قضية القدس والتي نحن بصددها، فعلى هامش المؤتمر الذي شهدته تركيا للدفاع عن القدس في العالم الإسلامي تأسست أو إن شاء الله تعالى في طور التأسيس ما يسمى بالمبادرة المغاربية للدفاع عن باب المغاربة. إن شاء الله تعالى الآن المغاربة فقوا بعد هذا الربيع العربي، المغاربة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، الدول المغاربية على هامش هذا المؤتمر الإسلامي للدفاع عن القدس تشكلت مؤسسة أو ستتشكل مؤسسة جهوية إقليمية تعنى بمسألة الدفاع عن باب المغاربة. احنا مغاربة وعندنا حارة المغاربة وعندنا باب المغاربة، وباب المغاربة وحارة المغاربة تتعرض للتهويد، وعندنا فما اسمه المغاربة اسمه عندنا فما أوقاف وقف صلاح الدين على المغاربة في الجهة الغربية للقدس. ولماذا أعطاهم الجهة الغربية؟ لأن المغاربة كانوا معروفين بشدة البأس في الدفاع عن أرض فلسطين، كانوا مرابطين هنالك رجال يا أخي. أرسلهم يعقوب المنصور حينما طلب منه صلاح الدين أن يمده بجنود، وإذا به يختار رجال أشداء أشاوس أبلوا البلاء الحسن في فتح بيت المقدس. ولذلك لما رأى صدقهم وتضحياتهم حبس تلك الأرض على المغاربة للقيام بحماية بيت المقدس من تلك الجهة الرهوة. وحينما قيل له لماذا أعطيت المغاربة تلك المنطقة قال لأني لا آمن على بيت المقدس من تلك الجهة إلا رجال أشداء أمثال هؤلاء، ما نعطيش شي حاجة أخرى. احنا كاين المغاربة اللي ما يعرفوش واسمه هي باب المغاربة ولا حارة المغاربة ولا الجسر بتاع المغاربة الآن يتعرض للتهويد. إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى المبادرة مبادرة نثمنها، وكنا نطالب أن تكون لنا مؤسسة شعبية تنتمي إلى المغرب العربي لكي نعمل في إطارها، مؤسسة قانونية شعبية. فهذه إن شاء الله مبادرة طيبة، أولا لتعريف المغاربة بمسألة الوجود المغاربي على أرض القدس والارتباط الروحي بهذه الأرض، وأن المغاربة كان لهم بلاء حسن من قبل في هذه الأرض. ثانيا لكي يكون إطارا إن شاء الله تعالى ليجتمع فيه المغاربة ذو النيات الحسنة الذين كانوا يتحرقون على أرض القدس وعلى فلسطين ولا يجدوا مؤسسة من خلالها يصرفون دعمهم وتدعيمهم، فنحن إذن سنجد هذه المؤسسة لكي نصرف فيها جهود هذه الشعوب التي كانت تصرخ وتسأل دائما ربها أن يفرج عليها حتى تجد مؤسسة من خلالها تقدم الدعم لفلسطين. هذه الثانية. والثالثة إن تحرك الشعوب المغاربية لقضية تشهد إجماعا إسلامي وليس مغاربي لهو تمهيد لتحريك مؤسسات المغرب العربي المجمد لحد الآن، فإننا إذا أردنا تحريك مؤسسات المغرب العربي فلنعمل على أهداف تجمعنا، فتتحرك الشعوب وتفرض على الأنظمة أن تتحرك رغما عنها، فهذه رغبة شعوب المغرب العربي لكي تجسد ما يسمى بوحدة المغرب العربي واقعا معاشا وليس فقط على الأوراق وفي الدرج وفي الثلاجات تنتظر متى يصالح حكام هذه المنطقة. إذن هذه مبادرة شعبية
إن شاء الله تعالى سيكون لها ما بعدها بإذن الله. ولذلك فنحن نثمن ذلك، ونسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد إن شاء الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال لأحد إخواننا عبر البريد،